تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية، يعني تحركات الدولار لهذا الأسبوع، ما أبرز المستجدات والتوقعات للبيانات الاقتصادية التي تؤثر على مساره؟ صباح الخير. طبعا يعني شهدت الأسواق العالمية تقلبات قوية خلال الأسبوع الماضي مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي أثبتت أن هناك تباطؤ نوعا ما في معدلات التضخم، ولكن وتيرة التباطؤ لا تزال أقل من المتوقع، ولا يزال معدلات التضخم تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة منذ ثمانينات القرن الماضي. وبعد البيانات مباشرة ارتفع الدولار الأمريكي بقوة مقابل أغلب العملات، مع بداية أو صدور يعني توقعات لصالح رفع الفائدة في الاجتماع المقبل ب 100 نقطة أساس طبقا لأدات السي ام اي جروب. ولكن يعني شهدت أو عانت الأسواق من تقلبات قوية، وعاد الدولار الأمريكي ليتراجع من جديدة مع يعني تراجع تلك التوقعات، وأن أغلب التوقعات الآن تدعم رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس طبعا مع يعني ارتفاع التضخم. ولكن يبدو أن الأسواق الآن بدأت تسعر أو بدأت تستقر حيال أن معدلات التضخم الأمريكية بدأت تصل لذروتها، وأنه من المتوقع أن تبدأ في التباطؤ وتبدأ في التراجع في الفترة المقبلة، وهو ما دعم يعني إنهاء احتمالات رفع الفائدة ب 100 نقطة أساس والتوقعات لصالح 75 نقطة أساس فقط. ومع بداية التداولات الأسبوعية يعني شهد الدولار الأمريكي نوعا ما استقرارا مقابل أغلب العملات، ولكن يعني الأسواق الآن تتأهب وتترقب للمزيد من البيانات الاقتصادية استعدادا لرفع الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل أو بداية نوفمبر القادم. وأغلب التوقعات الآن تدعم استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، على الرغم من استقرار يعني الدولار نوعا ما، ولكن التوجه العام للفدرالي الأمريكي لا يزال يدعم نوعا ما استمرار ارتفاع العملة. نعم، يعني ماذا عن الجنيه الاسترليني؟ نلاحظ ان هنالك العديد من التصريحات تخرج من بريطانيا تحديدا عن اداء الجنيه الاسترليني، وايضا تناول السياسه الاقتصاديه في بريطانيا. يعني هل تتوقعين استمرار حاله الارتفاع للجنيه الاسترليني في ظل هذه المعطيات؟ يعني يعاني الجنيه الاسترليني من تقلبات قوية بسبب طبعا التوترات السياسية المحلية التي تعاني منها الدولة. الآن بدأت مطالبات استقالة رئيس الوزراء البريطانية، وبالرغم من سحب ملف خفض الضرائب بالكامل، ولكن يعني الآن التوقعات أو الآن الآراء أغلب الآراء تدعم استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، وهو ما دعم ارتفاع الجنيه الاسترليني حتى لو كانت ارتفاعات طفيفة ما في بداية التداولات الأسبوعية. الآن الجنيه الاسترليني يستقر بالقرب من مستويات 1.13 مقابل الدولار الامريكي بعد السحب الكامل لملف خفض الضرائب والذي كان يضغط على اداء العمله. الان نحن ننتظر مزيدا من البيانات الاقتصاديه، خاصه ان يعني الوضع في بريطانيا بالرغم من التوترات السياسيه هناك ايضا يعني مخاوف من حدوث ركود اقتصادي قوي في بريطانيا بسبب طبعا ازمه نقص الامدادات الطاقه. يعني اغلب البيانات الاقتصاديه جاءت مخيبه للامال، وهناك يعني انكماش في اغلب القطاعات داخل بريطانيا، وايضا ان يعني الان معدلات التضخم في بريطانيا لا تزال تستقر بالقرب من اعلى مستوياتها، وحتى الان يفشل بنك انجلترا في السيطره على معدل ارتفاع الاسعار، وهو يعني كل تلك العوامل لا تزال تضغط على الجنيه الاسترليني. وبرغم من ارتفاعات الجنيه الاسترليني طبعا بسبب سحب ملف خفض الضرائب، ولكن يعني لا تزال التوجه العام ولا يزال الوضع الاقتصادي العام في بريطانيا يضغط على اداء الجنيه الاسترليني الفتره المقبله. نعم، يعني أماني، هل تتوقعين في ظل هذه المعطيات أن نرى الجنيه الاسترليني دون نقطة التعادل مع الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل هذه المعطيات والتوترات إن كانت سياسية أو اقتصادية؟ يعني حتى الآن العوامل بالرغم من تراجع الجنيه الاسترليني لمستويات 1.03 وأنه كان يقترب بالفعل لمستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي، ولكن يعني تغيير الحكومة السياسة المالية لها ويعني التخلي عن سياسة خفض الضرائب ومحاولة تدخل بنك إنجلترا لدعم العملة وتطبيق برامج شراء الأصول، ولكن عاد الجنيه الاسترليني يتداول لمستويات 1.13 من جديد. ولكن الآن يعني ننتظر يعني
يعني قرارات جديده من بنك انجلترا، خاصه ان برامج شراء الاصول يعني قد انتهت يوم الجمعه الماضيه، ونحن ننتظر هل بالفعل سيدعم البنك انجلترا العمله الفتره المقبله، لانه لو لم يتدخل بنك انجلترا ومع تلك او كل التوترات التي تعاني منها بريطانيا، سواء التوترات السياسيه او الجيوسياسيه او حتى المخاوف الاقتصاديه من ركود قد تضغط على الجنيه الاسترليني، واذا لم يتدخل بنك انجلترا فقد يواصل او يعود الجنيه الاسترليني للتراجع بالفعل لمستويات التعادل مقابل الدولار. نعم أماني، وأيضا يعني فيما يتعلق بالين الياباني نراه عند مستويات تقريبا منذ 32 عاما، هل تتوقعين أن يقوم المركز الياباني بإجراءات جديدة أو مرتقبة خلال هذه الفترة لإنقاذ الين الياباني من التراجع؟ يعني بالرغم من تدخل الحكومة اليابانية مباشرة بعدما وصل الين الياباني الأعلى أو أدنى مستوياته منذ عام 1998، عاد الضغوطات البيعية تسيطر على الين، وجدنا أنه يعني يوم الجمعة الماضية ومع بداية التداولات الأسبوعية استقر الين بالقرب من أدنى مستوياته منذ التسعينات الماضية، وبالتالي يعني هذا الأمر مع في الوقت الذي يعني تتسع فيه فوارق عوائد السندات بشكل قوي ما بين عوائد السندات اليابانية وعوائد السندات الأمريكية. الآن الين الياباني مستقر بالقرب من مستويات 148 مقابل ين لكل دولار، يعني هذا الأمر مع التباين الواضح في السياسات النقدية والتباين الواضح في عوائد أو فوارق عوائد السندات بين الأمريكية واليابانية. الآن يعني الفائدة اليابانية لا تزال الفائدة السلبية التي تضغط على أداء الين الياباني، وبالرغم من تدخل الحكومة لمنع انهيارات الين، ولكن يعني أدنى مستويات الين منذ عام 1990 يضغط طبعا على الحكومة وعلى بنك اليابان للتدخل، لأنه بالرغم من أن يعني الحكومة والبنك الياباني يدعمان انخفاض العملة، ولكن التقلبات وانهيار العملة يضعف الاقتصاد ويضغط على الاقتصاد. والآن يعني مع تباين السياسات النقدية الفائدة السلبية التي تتبعها بنك اليابان والفائدة أو استمرار رفع الفائدة الأمريكية، يضغط طبعا على أداء الين الياباني، وتزداد المطالبات مع بداية الأسبوع لمحاولات تدخل الحكومة اليابانية لمنع انهيار الين الفترة المقبلة. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.